السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. خير من ده بالكلام الصلاه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبنا اللي في غزه وفي فلسطين، والله احنا مش ناسيينكم، بنتمنى فعلا كل الدعم يبقى ليكم. احنا معاكم قلبا وقالبا، واللي بنقدر نقدمه بنقدمه. نرجع لموضوع فيديو النهارده، احنا هنعمل لكم اثباتات سحب بقيمه من $35 ل$40 او اكتر بحاجات بسيطه من 5 مواقع للربح للمبتدئين. المواقع ديت يا معلم ولا بتحتاج منك ايديه، ولا بتحتاج منك ان انت يبقى عندك مهاره معينه او ان انت تتعلم حاجه معينه، ومفيش منها اي عمليات نصب. احنا مش اول مره نسحب منها، ساحبين منها كتير قبل كده، بس الفيديو بتاع النهارده بيبقى فيه شرح للتحديثات اللي بتحصل على المواقع ديت اول باول، بالاضافه للاثباتات اللي احنا بنقدمها لك في الفيديو، وكمان بنرشح لك ايه الموقع اللي انت ممكن تشتغل عليه احسن من التاني في الفتره الحاليه، لان زي ما احنا عارفين في تغييرات كتيره بتحصل في المواقع. الفيديو ده بيبقى رد على ناس كتير بتشكك فينا وبتشك ان احنا بنكذب عليها في حاجه، وبيبقى تشجيع يا جماعه لناس تانيه كتير بحيث ان هي تبدا في الاونلاين، وتبدا ان هي تعمل لها شغل اونلاين، وتبدا ان هي تربح من الانترنت. كل الناس بدات كربح مبتدئين يا جماعه، وكلها عدت على المواقع اللي من النوع دوت. وعشان تبدا ان انت توصل لدرجه الاحتراف لازم تاخد السلم من الاول. مفيش حد عمره يا جماعه بينط من السلمه الاولى للسلمه العشرة مره واحده، الا بقى لو معاه واسطه او هو اصلا معاه فلوس كتير. لكن اي حد زينا كده مبتدئ ولسه بيبدا ان هو عايز يكون راس مال، او حابب ان هو يعمل شغل احترافي على الانترنت ويبقى ليه مثلا متجر على الانترنت او مدونه او قناه كبيره، فلازم يبقى عامل في حسابه المعلومات والعلم اولا قبل كل شيء، ثانيا انه يبقى ليه راس مال بسيط بحيث ان هو لو اتزنق في حاجه يبدا ان راس المال دوت يرفعه حب. ولكن قبل كل دوت انت ممكن تبدا اصلا من الصفر بالمعلومات، فلو انت حابب ان انت تبدا في حاجه لازم تجمع عنها معلومات كويس جدا وتتعلم عنها كويس جدا. فمواقع المبتدئين ديت مش شغل ثابت ولا دايم، الا طبعا للي حابب ان هو يفضل عليها كده على طول، دي ناس ثانيه بقى براحتها. هي في ناس بتبقى حابه الوضع دوت وحابه ان هي تفضل في المجال دوت كده، مش حابه ان هي تتطور، هي حابه الربح البسيط اللي بيجي لها ده. دول ناس ليهم دماغهم وليهم ظروفهم وهم فرحانين بالوضع الحالي. اما الناس اللي مش فرحانه مثلا بالسنتات البسيطه او بالدولارات البسيطه اللي هي بتجمعها في اليوم، فانت لو انت عايز تجمع بال$100 وال$200 لازم ان انت تبدا بقى شغل المحترفين. غير كده انت عمرك ما هتجمع المبالغ ديت، وانا بكلمك بصراحه. مش هطول عليك اكتر من كده لان عارف ان في ناس كتير ما بتحبش المقدمه تماما. اهم حاجه بس قبل ما نبدا ما تنساش لايكك المتين، السبسكرايب، شير لو بتشير، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. طيب يا شباب، اول اثبات سحب معانا هنعمله من موقع يو ان يو المشهور. الناس اللي ما بتعرفش موقع يو ان يو دوت، احنا عاملين شروحات للمهمات بتاعته وازاي تشتغل عليه، وشرح كمان ازاي ترقي الخطه البرو. لو دخلت على قائمه التشغيل من هنا هتلاقي قائمه التشغيل باسم شروحات موقع يو ان يو كامله، هتلاقي فيها شروحات كل المهمات وكل حاجه عن الموقع. قبل ما تبدا فيه اسمع الفيديوهات اللي موجوده في القائمه ديت، هم حوالي 5 أو 6 فيديوهات كل واحد تقريبا 10 دقائق، فالموضوع مش هيطول معاك. والناس اللي عايزه تعرف مواقع اكتر غير المواقع اللي احنا هنشرحها في الفيديو بتاع النهارده، تقدر انت يا معلم تروح على اثباتات سحب المواقع الصدقة. القائمة ديت يا معلم فيها كل المواقع اللي ما بتحتاجش ايداع، واللي احنا بننزل لها اثباتات سحب اسبوعية، بالاضافة ان احنا بنشرح لكم فيها التحديثات اللي بتحصل في المواقع اول باول. الحمد لله احنا يو ان يو يا جماعة واصلين فيه المستوى هاي، طبعا ده بعد عناء، لان انت لازم بتشتغل في المهمات بجميع انواعها عشان تقدر ان انت تجمع نقاط زي ما شرحنا في فيديو الشرح. فالحمد لله احنا بنتمتع بالمميزات اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت. كل دوت احنا شرحناه قبل كده، فخلينا في المهم. انت طبعا بتسأل نفسك ازاي تجيب الكوكيز ديت. الكوكيز ديت يا جماعة بتيجي مجانا على ان انت تدوس على كلمة جيت كوكيز من هنا، زي ما انت شايف بيقول لك كونجراتيوليشن انت خدت 10 كوكيز دوت. لما بتفتح يوميا هتلاقي نفسك بتاخد 2 في 4 في 6 في 8 في 10، بس اهم حاجه ما تقطعش يوم وما تفتحش فيه. طيب هل في شرط برضو عشان اخد الكوكيز ديت؟ لازم ان انت تبقى مكمل مهمه في اليوم دوت. يعني لو جيت على ماي وركرز من هنا لازم تبقى في مهمه من المهمات اللي هنا ديت مقبوله في نفس اليوم اللي انت هتطلب فيه الكوكيز. طيب لو مفيش مهمه مقبوله هتضطر ان انت يا معلم تستنى لغايه ما تتقبل مهمه عشان تقدر ان انت تاخد الكوكيز بتاعتك. فدول الشرطين، ان انت تفتح كل يوم وتتقبل لك مهمه في اليوم دوت وبس يا معلم، مش محتاج ولا ايداع ولا اي حاجه خالص، الكوكيز بتاخدها مجانيه. طبعا الكوكيز ديت بنحتاجها في حاجتين، في ان احنا نرقي الاكونت بتاعنا بالمجان للبرو، او ان احنا نحافظ على المستوى اللي احنا فيه، لان انا دلوقتي في مستوى هاي مثلا، فلازما عشان ان انا افضل في المستوى دوت ان انا يكون معايا 500 بوينت، وده طبعا هيفضل معايا وموجوده دايما، وان انا يكون معايا 150 كوكيز. ال 150 كوكيز ديت اللي لازم افتح يوميا عشان احافظ على الرقم اللي موجود معايا من الكوكيز، لان انا لو في يوم فقدته وما فتحتش فيه هيبدا ان هو يتخصم لي 2 كوكيز على كل يوم انا ما بفتحش فيه الموقع او ما باخدش فيه الكوكيز اليوميه. وانا برضو شرح الموضوع ده قبل كده، بس حبيت ان انا اكد لك على الموضوع دوت عشان في ناس عندها لبس فيه كتير جدا. فزي ما انتم شايفين يا معلم انا معايا دلوقتي 4575 من الروبل. هنشوف دلوقتي الحد الاقصى اللي اقدر ان انا اسحب بيه يوميا بالنسبه للمستوى الهاي كام. هاجي على كلمه وزدرو من هنا يا معلم، واجي على البيير. زي ما انت شايف الحد الادنى للسحب على البيير هو 20 روبل، وافتح لكم الاكونت بتاع البيير الجميل بتاعي عشان اوريكم ان انا معايا 14200 روبل فقط لا غير. الساعه دلوقتي 12 الصبح،
بتاريخ 25/12/2023. هنروح دلوقتي نكتب المحفظه بتاعتنا يا معلم، وبعدها هبدا ان انا اكتب الكميه. خلونا نجرب ان احنا نحاول نسحب ال 4000، هنشوف هيرضى يسحب ولا لا. هدوس على بي اوت من هنا، هتلاقيه بيقول لك ان الحد الاقصى ان انت تسحبه يوميا هو 500 روبل. تعال نجرب كده ان احنا نكتب 1000 ونشوف النتيجه برده. هتلاقي ان نفس الرد جالك وقال لك 500 روبل. هو يا شباب الناس هتفكر ان في مشكله، ولكن هو مفيش مشكله تماما، لان الحد الاقصى بالنسبه للبير لكل المستويات وكل الاكونتات هو ال 500. تقول لي طب يا يحيى اللي مكتوب هنا وان انا اقدر اسحب اوتوماتيكيا 1000 روبل لحد 1000 روبل في المستوى الهاي، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت يا معلم كل 6 ساعات تقدر ان انت تطلب 500 روبل وهيوصلوك عادي جدا، يعني بمعدل 2000 روبل في اليوم، وبيوصلوا لي فوريا بدون انتظار اي وقت. فدي الميزه اللي هيضيفها لك المستوى الهاي. فهبدا ان انا اكتب 500 روبل اهو يا جماعه، هبدا بعديها ادوس على كلمه باي اوت من هنا، هتلاقيه بيحمل معانا التحميل المعهود بتاعنا، وبيقول لك ان في خلال 3 ايام عمل الفلوس هتوصلك. زي ما انت شايف يا معلم بيقول لك ان بروجريس اهي، العمليه ان بروجريس، فبالتالي كده انا ما اقدرش الغيها، ده معناه ان الفلوس اتبعت. طيب تعالوا من غير قطع في الفيديو نخش في البير اهو. المبلغ اللي انا كنت قايل لكم عليه لسه زي ما هو من قبل ما اعمل ريفرش للصفحه، يعني ما فيش اي حاجه زادت. من غير ما اقطع في الفيديو ومن غير ما اعمل اي حاجه يا معلم، وبنفس الوقت والتاريخ والثانيه هبدا ان انا اعمل ريفرش معاك اهو يا معلم، هتلاقي ان الفلوس زادت مباشره. طيب دوت ليه؟ لان انا مستوى هاي، فالفلوس بتوصل فوريا. تعالوا كده نخش على الهيستوري من هنا، هتلاقي ان انا وصلني 430 روبل، دوت ال 500 روبل بس بعد خصم العموله. فاصبح دلوقتي يا معلم الموقع صادق و100 وما فيهوش اي نقاش خالص. انا حبيت بس اوضح لكم الجدل بتاع الاوتوماتيك ويزدرول دوت. اتمنى اكون ان انا وضحت لكم الفكره بتاعه الاوتوماتيك ويزدرول، لان في ناس كانت فاهماها غلط، واحنا شخصيا في الاول خالص كنا فاهمينها غلط لان الموقع ما كانش موضح. تاني موقع نسحب منه النهارده حبيب الملايين افيسو، اللي مليان مهمات، والمهمات في الفتره الاخيره بدات ان هي تزيد بشكل ملحوظ. فانا مش هتكلم عن الموقع كتير، فيديو الشرح الخاص بيه كده كده في وصف الفيديو تحت. هاجي على كلمه ماستر اكاونت من هنا، وطبعا احنا عارفين ان الحد الاقصى للاكاونت بتاعي لاني ليفل بزنس مان هو 700 روبل، فبالتالي انا هقدر ان انا اسحب دلوقتي معاكوا 700 روبل عادي جدا يا معلم. بختار البير زي ما انت ما شفت كده، وببدا ان انا اختار العمله. طبعا انا بحب ان انا اسحب من مواقع الروبل بالروبل، لو انت حابب ممكن تسحب باليو اس دي عادي، ولكن انا بفضل ان انا اسحب بالروبل، وده لانك لما بتسحب بالروبل من مواقع الروبل العموله فيها بتبقى قليله. طبعا اياك تنسى البير بتاعنا، عشان احنا عارفين ان افيسو الفلوس فيه بتوصل فوريا. فزي ما انت شايف يا معلم معانا 14632 بدون اي انتظار وقت للمراجعه وبدون اي حاجه خالص يا شباب. هبدا ان انا اكتب الكميه اهي اللي هي ال 750، فبيقول لي ان هيوصلك صافي 705 من الروبل. هبدا ان انا اسحب السحبه بتاعتي وادوس على كلمه باي اوت من هنا يا معلم، هتلاقيه بيحمل التحميل وبيقول لي مبروك يا معلم الفلوس اتبعت. هاجي على البير اهو من غير اي قطع في الفيديو، هعمل ريفرش للصفحه، هتلاقي ان الفلوس زادت وبقت 15000 روبل. لو جيت على الهيستوري من هنا يا معلم هتلاقي ان انا وصلني صافي اللي هم ال 705 اللي كانوا مكتوبين في موقع افي، موقع سوق بابليك، واللي مغلب ناس كتير جدا في ان الموقع بيجيب لهم ان الاي بي بتاعهم محظور، اللي هي الصوره اللي قدامك دي. طيب حل الصوره اللي قدامك ديت ايه؟ الحل بسيط جدا يا معلم، بكل بساطه هتفتح في بي ان، اي في بي ان مش هيفرق. بعد ما بتفتح الفي بي ان يا معلم بتبدا ان انت تدوس على كلمه ريجستريشن من هنا، هتلاقيه فتح معاك صفحه التسجيل عادي جدا. لو انا قفلت الفي بي ان هتشوف وهتلاقي ان صفحه التسجيل اتقفلت معايا تاني، فانت افتح في بي ان يا معلم عادي جدا وخش دوس على كلمه ريجستريشن من هنا، سجل التسجيل العادي زي ما انت ما شفت ازاي احنا بنسجل في فيديو الشرح. وبعدها اول ما تسجل الاكونت بتاعك ابدا ان انت اقفل الفي بي ان عادي جدا، هتلاقي الموقع اشتغل معاك. اياك تشتغل في الموقع بفي بي ان او تشتغل المهمات في الموقع بفي بي ان، اللهم بلغت اللهم فاشهد. انا بقول لك اهو حل حصري للمشكله. بعد كده مش هتحتاج بقى ان انت تفتح في بي ان تاني، لان انت لما تدوس على كلمه انترنس من هنا هتلاقي ان انت تقدر تسجل عادي تسجيل دخول للايميل بتاعك. زي ما انت شايف يا معلم احنا معانا حوالي 600 روبل في موقع سوق بابليك، والحمد لله احنا في اعلى ليفل تقريبا في الموقع اللي هو الجراند ماستر. طبعا انت عمرك ما هتوصل لليفل دوت الا لو انت شغال باحترافيه على الموقع. في ناس بتقول لي ان في نقاط ما بتتحسب لناش هنا يا معلم، يا حبيبي انت عشان تتحسب لك النقاط لازم المهمات اللي انت بتعملها تتقبل الاول، مش بعدد المهمات اللي انت بتعملها، لا لازم المهمه تتقبل لما تعملها، لما تتقبل بتتحسب لك النقاط عادي زي ما انت شايف معايا كده. طيب انا دلوقتي هبدا ان انا اسحب عادي السحب بتاعنا يا شباب. الحد الادنى طبعا زي ما احنا عارفين للسحب على البير هو ال 100 روبل، والحد الادنى للسحب على البيرفكت ماني هو 25 روبل. فانا مش هطول عليكم يا جماعه، السحب برده في سوق بابليك بيوصل فوري. هبدا ان انا اكتب 601 كده يا شباب، هتلاقوا ان بيقول لي ان هيوصلك صافي 551 روبل. خلي بالكم من الفلوس يا جماعه، قبل ما اعمل ريفرش وقبل ما اطلب حتى السحب من الموقع انا معايا 15338. هبدا ان انا ادوس على كلمه اوردر بيمنت من هنا تحت، هتلاقي ان هو بيعمل لودنج معايا، وهتلاقي ان الصفحه بتحمل معاك فوق وهتطول حبه في التحميل، وبعد كده هيقول لك سكسس يا معلم والفلوس اتبعتت تماما، وكده خلاص هي وصلت الاكونت والعمليه بيد اهي تحت يا شباب. لو جينا على البير من هنا هعمل معاكم ريفرش اهو، هتلاقي ان الفلوس زادت واصبحت 15890،
ولو دخلت على الهيستوري هتلاقي ان انا وصلني 551 روبل زي ما كان مكتوب في موقع السوق بابليك بالظبط. وزي ما انت شايف يا معلم احنا عاملين توتال 21 عمليه سحب. اصبر اصبر بس، انا شايفك قاعد مستمتع وفرحان بالفيديو، اكيد استفدت معلومه او معلومتين اثناء الفيديو النهارده. اقل حاجه بقى لايكك الكلمتين والسبسكرايب اللي انت لغايه دلوقتي لسه ما عملتوش، انا قفشتك يا لئيم. فدي عمليه السحب ال21 لينا، فبالتالي احنا عندنا خبره كبيره جدا في التعامل مع الموقع، فاحنا لما نقول لك حاجه لازم تصدقها، او لو مش عايز تصدقها براحتك برضو، دي حاجه شخصيه ليك انت. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. طبعا عمليه السحب وان هي توصل فوريا ديت عمرها ما هتحصل معاك غير في حالتين. الحاله الاولى ان انت تكون عمليه السحب الاولى في الموقع وصلتك وخدت وقت المراجعه بتاعها اللي هو بيوصل لغايه اسبوع. الحاجه الثانيه ان انت تكون في ليفل عالي وكويس، غير كده عمر الفلوس ما توصلك فوريا زي ما وصلت لنا كده يا شباب. الموقع الرابع اللي هنسحب منه النهارده موقع بي اب فيديوز. طبعا ده موقع ممتاز زي ما انتم شايفين، هنسحب منه حوالي 12 دولار ونص. الموقع دوت انت بتكسب منه بمجرد بس ان انت بتتفرج على فيديوهات يوتيوب لمده 10 ثواني فقط لا غير. والموقع الحمد لله اتحدث وفي ناس كتير بدات ان هي تشتغل عليه، فبالتالي بدا يطور من نفسه، وكمان زود على كده ان هو زود العدد اليومي للمهمات اللي تقدر ان انت تعملها ل 1100 مهمه بدل 900 مهمه. فزي ما انت شايف دلوقتي العمليه في المؤقت بتاع الكمبيوتر بقت اسهل بكتير والموضوع بقى احسن بكتير يا شباب. زي ما انت شايف العمليه بدات ان هي تحسب لك الفلوس مباشره ومن غير اي انتظار، بيقول لك ان انت خدت الفلوس، بعدها بتدوس على كلمه نيكست فيديو من هنا وتحمل الفيديو، هتلاقيه بدا المؤقت يعد، وهكذا 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 يا جماعه لغايه ال 1100 فيديو. انت اصلا ممكن تعمل تركايه كويسه جدا وتستخدم البوت اللي احنا شرحناه لكم قبل كده اللي هو الريكوردنج بوت اللي احنا استخدمناه في موقع تيك توب. الناس اللي ما شافتش الفيديو والتركايه اللي احنا شرحناها في موقع تيك توب هتقدر ان انت تتفرج عليه في القناه من الموقع دوت او من الثامب نيل ديت، وهسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو تحت. بس يا معلم وهكذا بقى تفضل تدوس نيكست فيديو، والكباتشه ما بداتش تظهر كتير زي ما كانت بتظهر زمان. انا شخصيا عملت حوالي 300 فيديو او 400 فيديو ما بينيش فيهم ولا واحده كباتشه، ودي مش حاجه انا جاي اتكلم عليها النهارده. انا جاي دلوقتي اعمل لك اثبات سحب من الموقع، تقريبا هيبقى الاثبات الثالث او الرابع حاجه زي كده. لو دخلنا على الهيستوري من هنا يا شباب هوريكم كل العمليات اللي احنا سحبنا بيها قبل كده. زي ما انت شايف احنا ساحبين قبل كده مره ب 2 دولار و71 سنت و3 دولار و5 دولار، النهارده هنسحب ب 12 دولار ونص تقريبا. وخلي بالك ان في طريقه دفع جديده اتضافت هي الكيو واي ديت، ما كانتش متضافه قبل كده. برده في نصيحه حابب ان انا انصحها لك في الموقع دوت، بما ان الموقع هنا معتمد على الليفلات والفلوس اللي انت بتكسبها على الفيديو الواحد معتمده على الليفلات، وده من احد عيوب الموقع ان انت الليفل بتاعك بيقل على كل سحبه بتسحبها. فانت ابدا ان يكون مبلغ كويس ومحترم في الموقع واسحبه مره واحده. انا بفضل ان انا اسحب على الترون لان انا بحب اسحب على باينانس يا شباب. فانتوا عارفين من فيديو الشرح طبعا ازاي تربط المحافظ والكلام الجميل ده. هبدا ان انا اكتب الكميه اللي معايا اللي هي 12 دولار و49 سنت، هحل الكباتشه بتاعتي الجميله وابدا ان انا ادوس على كلمه ريكوست باي اوت من هنا. وزي ما احنا عارفين المفروض ان السحب بيوصلك في خلال 3 ايام عمل، هو عادي لو طول فيه عمليه التحميل يا شباب، هتلاقيه بيقول لك سبميت سكسسفلي هو الاوردر بتاعك الطلب. هدوس على كلمه كلوز من هنا وهاجي على الهيستوري من هنا يا شباب، هتلاقي ان الفلوس فوق اتخصمت وان العمليه موجوده هنا في الاويتنج بيمنت وان هي مطلوبه بتاريخ 25/12/2023. عمليه المراجعه بتاخد 3 ايام، وفي الموقع دوت يا شباب مفيش فلوس بتوصل فوريا خالص، ممكن توصلك بعد نص ساعه، ممكن توصلك بعد ساعه، ساعات بتوصلك بعد 3 ايام بالظبط اللي هو في اليوم الثالث، في نهايه اليوم الثالث يقوم باعت لك الفلوس، ولكن عمره ما اخر عن 4 ايام او 5 ايام. خامس موقع معانا والاخير النهارده يا شباب هو موقع سيوس برين، هنسحب منه مبلغ حوالي 4 دولار و39 سنت. حرفيا يا جماعه الموقع دوت كنز للناس اللي هتعرف ان هي تشتغل عليه. الموقع بينزل عليه تاسكات باسعار معقوله، واحنا كنا وريناكم ان احنا في تاسك عملناها ب 7 دولار وكسبناها وسحبنا فلوسنا. وزي ما انت شايف يا معلم الموقع فيه حوالي 1400 تاسك وبيتجددوا كل ساعه يا شباب. طبعا في قائمه تشغيل كامله احنا عاملينها الموقع سيوس برينت، لو دخلت على قائمه التشغيل هتنزل تحت يا معلم هتلاقي شروحات سيوس برينت بالتركات، هم 3 فيديوهات، فانت لو اتفرجت على 3 فيديوهات هتبقى ملم بكل حاجه عن الموقع وهتعرف ازاي تشتغل وتحقق ارباح منه محترمه. الموقع دوت روسي بس ما بيتعاملش بالعمله الروسيه وممتاز جدا بصراحه. والناس اللي شافت فيديو اثبات السحب الاسبوعي اللي فات يا شباب اكيد كنتوا عارفين ان طرق السحب فيه كانت متوقفه لان كان بيتعمل عليها صيانه، فهنبدا ان احنا دلوقتي نسحب منه عادي بعد ما الطرق يا جماعه فتحت تاني. انا واحد من الناس بحب ان انا اسحب بعمله اليو اس دي تي يا جماعه، شبكه البوليجون، عشان دي ارخص حاجه وافضل حاجه او افضل خيار ليك في الموقع دلوقتي بالنسبه للليفل اللي انا فيه اللي هو الوركر. فزي ما انت شايف يا معلم العلامه بتاعت كونتينيو ظهرت اهي، هنا بي
بيقول لك ان الفلوس اللي هتوصلك هي 4 دولار و28 سنت وكسور. فهبدا ان انا يا معلم اقول له على كلمه كونتينيو من هنا، هتلاقي ان العمليه خلاص كده زي الفل، وبيقول لي بيمنت اوردر ده هو كومبليتد. عشان اقدر يا معلم ان انا اشوف السجل بتاع السحوبات بتاعتي اجيبه منين، ببدا ان انا ادوس على كلمه اوبريشن هيستوري من هنا، وادوس على كلمه بيمنت اللي فوق ديت يا شباب، هتلاقي كل السحوبات اللي احنا عاملينها من الموقع قبل كده، والنهارده السحبه الرابعه بقيمه 4 دولار و39 سنت. كده احنا منتظرين سحبتين، السحبه الاولى من موقع بي اب يا جماعه، والسحبه الثانيه من موقع سيز برنت. تعالوا كده نشوف برده ونشوف الهيستوري، يمكن السحبه وصلت ولا حاجه. فزي ما انتم شايفين يا معلم، لقيت ان السحبه وصلت وبيقول لي بي، يعني حرفيا موقع بي اب انا كنت لسه بقول لك ان هو عمره ما بيبعت الفلوس فوريا، دي اول مره واول سحبه تحصل معانا ان الفلوس توصل في نفس اللحظه وفي نفس الوقت. الساعه دلوقتي هي 12 ونص صباحا في نفس التاريخ اللي هو 25/12/2023. وادي بردك يا جماعه بايننس فتحناها بنفس الوقت والتاريخ وكل حاجه عشان نوريكم ان السحبه وصلت اهي بقيمه 116 تي ار اكس. ولو جينا هنا وشفنا يا جماعه الترانزاكشن، هتلاقي ان الفلوس هي بالظبط اللي مكتوبه، وان هي اتبعتت لنا موجوده هنا في الموقع بنفس كل الديتيلز يا معلم. 116 اهو كسور، هي برده اللي مكتوبه في البايننس، عشان بس الناس ما تفكرش ان في تلاعب ولا حاجه. الفكره بقى يا جماعه ان انا وانا بفتح البايننس دلوقتي فوجئت ان انا برده الفلوس بتاعه الموقع بتاع سيوز برنت وصلتني فوريا، يعني موقع سيوز برنت برده بدا ان هو يبعت لي الفلوس فوريا بدون تاخير وبدون وقت للمراجعه من اول السحبه الرابعه. فزي ما انت شايف يا معلم، نفس القيمه بالظبط اللي كانت مكتوبه لنا في الموقع اللي هي 4 دولار و28 سنت، هي القيمه اللي اتبعتت لي بالظبط. فاصبح دلوقتي يا شباب، انت كل ما تبدا ان انت تعمل سحوبات في الموقع، كل ما وقت المراجعه اللي بياخدها الاكونت بتاعك بتبقى اقل، لان سحبك في المواقع ديت بيبقى اسرع واحسن، يعني فلوسك بتاخدها توتو على كبوتو زي ما بنقول. الصفرة عشرة وبيبس. نصيحة أخيرة، إياك ثم إياك ثم إياك يا معلم إن أنت تخش في المواقع ديت وتبدأ إن أنت تشتغل عليها من غير ما تشوف الفيديوهات بتاعة الشرح، لأن كل موقع من المواقع ديت بيبقى ليه مميزات وليه عيوب. فيديوهات الشرح هي اللي بتوضح لك إيه المميزات والعيوب بتاعة كل موقع من المواقع ديت، وأنت على أساس المميزات والعيوب بتبدأ إن أنت تحدد هتشتغل في أنهي موقع من المواقع ديت والمناسب ليك ولظروفك. وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعة النهاردة، أتمنى فعلا تكونوا استفدتوا ولو استفادة بسيطة من الفيديو اللي إحنا قدمناه لكم. الحمد لله إحنا مفيش حد بيقدم الشروحات اللي احنا بنقدمها ديت في اي قناه ثانيه، ودوت ما هو الا فضل ونعمه من الله عز وجل. احنا ملناش في انفسنا اي شيء يا جماعه، وقل ربي زدني علما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.